بيئة قاسية ومن أكثر البيئات تحدياً على الأرض. خلال أشهر الشتاء تغطيها طبقة سميكة من الجليد، وهذا يشكل أكبر عائق للسفن في المحيط المتجمد الشمالي، والحل كاسحات الجليد. هذه يامال الروسية، كاسحة جليد بطول 150 متر تعمل بقوة جبارة على الطاقة النووية. نعم، فيها مفاعلات نووية وتنتج 75 ألف حصان. مهمتها الأساسية تكسير الجليد لتوفير ممرات مائية آمنة للسفن. هيكلها مقوى ومهيئ لهذه البيئة الصعبة، وتصميم مقدمتها مخصص لتكسير الجليد، والطريقة كالتالي: مع قوة الدفع انحناء مقدمتها يصعدها فوق طبقة الجليد، وبوزنها تكسر الجليد. بإمكانها اختراق طبقات الجليد بسمك 3 أمتار باستمرارية على سرعة بطيئة. في مثل هذه المناطق السفن تعلق وتحاصر بالجليد. هنا كذلك يأتي دور يامال بمساعدتها وسحبها للمناطق الآمنة. يامال ساعدت في اكتشاف المناطق النائية في القطب الشمالي، حيث الحرارة تكون أقل من 50 تحت الصفر، فهي كذلك تستخدم في إدارة وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية. بإمكانها أيضا أخذ السياح في رحلاتها القطبية، يعني ممكن تدفع حوالي 100 ألف درهم للرحلة وتمر بهذه المناظر.